أناب صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء لافتتاح معرض الشرق الأوسط 13 للعلوم الجيولوجية جيو 2018، والذي يقام على هامش مؤتمر الشرق الأوسط 13 للعلوم الجيولوجية جيو 2018 الذي تحتضنه البحرين تحت رعاية كريمة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، وذلك صباح اليوم بمركز البحرين الدولي للمعارض تحت شعار دفع الحدود الفنية رسم صور الطاقة، بمشاركة 100 شركة عالمية يمثلون 19 دولة، وبحضور معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط وعدد من كبار المسؤولين في المملكة والمسؤولين التنفيذيين في الشركات العالمية والإقليمية المتخصصة في مجال العلوم الجيولوجية والجيوفيزيائية وتكنولوجيا الاستكشاف والإنتاج من مختلف دول العالم. وقد أعرب سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس الوزراء عن أسماء آية الشكر والتقدير والعرفان إلى مقام صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله على ما يليه سموه من حرص مستمر ورعاية دائمة لهذه التظاهرة النفطية العالمية على أرض مملكة البحرين منذ انطلاقتها في عام 1994 حتى أصبحت تشكل معلماً عالمياً علمياً وعملياً في مجال العلوم الجيولوجية في منطقة الشرق الأوسط، مشيداً بدعم سموه حفظه الله ورعاه وتوجيهاته البناءة ومتابعته المستمرة لهذا الحدث العالمي المهم. ونقل سموه تحيات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله للشركات المشاركة والداعمة في المعرض وزواره، وتمنيات سموه حفظه الله لهم وأن تسهم مشاركتهم في إبراز إنجازاتهم وتحقيق تطلعاتهم المستقبلية والمزيد من التطوير والتحديث لصناعات النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط والعالم، نظرا للأهمية التي تشهدها هذه الصناعات المحورية في الأسواق العالمية للنفط والغاز. وأكد سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء الموقر على أهمية معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للعلوم الجيولوجية جيو في منطقة الشرق الأوسط والعالم لتسليطه الأضواء على آخر المستجدات والتطورات التقنية والفنية الحديثة في مجال الجيولوجيا والتنقيب والاستكشاف والمجالات الأخرى ذات العلاقة، وكذلك جعلها منصة للباحثين والأكاديميين والجامعات والكليات الجامعية والمعاهد البحثية من دول العالم لمناقشة وصياغة مستقبل هذه الصناعة الحيوية والمهمة وبناء القدرات والمهارات والتواصل لمنتسبي هذا القطاع من الخبراء والمختصين. وقال سموه إن مملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه شهدت مسيرة تنموية مباركة حظيت من خلالها برعاية عالية ومسؤولية من لدن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر ودعم ومؤازرة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهم الله، وخطوات واثقة وثابتة ومتقدمة في مجال صناعة النفط والغاز والتي يعد المحرك الرئيس لعجلة الاقتصاد الوطني من أجل تطوير مملكة البحرين والعبور بها إلى مصاف الدول الأكثر تقدما وحداثة في العالم. كما ذكر سموه بأن الاهتمام الذي توليه القيادة الحكيمة والحكومة الرشيدة بتنمية صناعة المؤتمرات والمعارض كرافد لتنويع مصادر الدخل وتنمية إيرادات المملكة، جاء ليلقي بظلاله على نجاح مملكة البحرين في استقطاب واستضافة كبريات الفعاليات العالمية المهمة التي انعكس بدوره على مستوى الحضور والإقبال اللافت على المشاركة في معرض ومؤتمر جيو. من جهته تقدم معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط بعظيم الشكر والتقدير والامتنان إلى مقام صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله على حرص سموه الدائم لوضع هذه الاحتفالية النفطية المهمة تحت رعايته الكريمة. كما تقدم معاليه إلى صاحب السمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس الوزراء الموقر لافتتاحه إحدى أبرز الفعاليات العالمية في العلوم الجيولوجية والجيوفيزيائية وتكنولوجيا الاستكشاف والإنتاج،
مشيدا معاليه بدعم سموهما حفظهما الله وتوجهاتهما البناءة، وحرص سموهما على تقديم أعلى صور الدعم لمثل هذه الفعاليات المتخصصة التي تساهم في دعم المنظومة الاقتصادية والمعرفية والتنموية، وإرساء منظومة تبادل المعلومات والتجارب والخبرات والمشاركة في بناء القدرات والمهارات والمساهمة في رفع كفاءة العنصر البشري الذي يعد عنصرا أساسيا لتعزيز التنمية المستدامة في مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي. عندما ترسم صورة أكثر وضوحاً وشمولية للطاقة، فهي تستند على دراسات لا تغيب عن عين الواقع كالعلوم الجيولوجية والجيوفيزيائية اللذان لطالما استند عليهما قطاع التنقيب وإنتاج النفط والغاز، مع مراعاة تحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة وجودة الإنتاج، ليكون ذلك متمثلاً في مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط 13 للعلوم الجيولوجية. المؤتمر يعنى بعلوم الجيولوجيا والاكتشاف بالدرجة الأولى، ولكن معرفة طبيعة الصخور خصوصا في الجزيرة العربية اللي البحرين يعني جزء منها. اليوم طبعا احنا في البحرين تعلمنا الكثير من الأعمال اللي جرت في السنوات اللي راحت، وتبادل المعلومات بيننا وبين أشقائنا في دول مجلس التعاون، واستقطاب الشركات العالمية لمعرفة يعني أحدث ما توصلت له التقنية، كل ذلك يسهم إن شاء الله في تطوير هذه الصناعة. وإحنا إن شاء الله نشجع شبابنا وشاباتنا في هذا المجال، مجال علوم الجيولوجيا، إن كانت في الجيولوجيا نفسها أو ما يسمى بالجيوفيزيكس، لأنه الفرص موجودة وإن شاء الله يعني النتائج تأتي ثمارها بعد حين بإذن الله. تحرص معظم الشركات النفطية العالمية والإقليمية على المشاركة في هذا المؤتمر للاستفادة من الأوراق العلمية التي يتم طرحها ومناقشتها خلال جلسات المؤتمر من قبل خبراء قطاع النفط والغاز من مختلف دول العالم. طبعا هذه المشاركة الأولى لشركة نفط الكويت في مؤتمر الجيو. احنا مشاركاتنا ابتدت من بداية المؤتمر الجيو في سنة 1994، والحمد لله مستمرة لغاية هذا المؤتمر، وان شاء الله راح نظل نشارك في هذا المؤتمر على طول نظرا لأهميته للمنطقة وللجيولوجيين والجيوفيزيائيين المنطقة، لان في هذا المؤتمر دائما احنا نتقارب في الافكار ونتبادل الافكار مع الاقليم نفسه ومع الانترناشنال. المؤتمر صراحة جدا ممتاز، يجمع جميع المختصين، خبرات عالمية ومحلية، وطور كثير صراحة أعمال التنقيب الموجودة في الخليج عموما. فعندنا طبعا أوراق علمية بدينا، كانت بدايتنا بسيطة جدا، الآن أصبحت عندنا أوراق علمية نقدمها في المؤتمر كمستشارين محليين، مستشارين دوليين صاروا يشتغلوا معنا فيها. السنة هذه كمان عندنا محاضرات نعملها داخلية في موقع الشركة موجود هنا، عن دراسات المياه وعن البترول وعن الغاز وعن الشيل غاز الجديد الآن على آخر المشاريع اللي احنا حصلنا فيها. عندنا معدات فائقة التقنية دائما وواسعة الانتشار وعالية الحجم يعني والكمية، فنحن نقوم بهذه المسوحات لأجل أن نعمل صورة ضوئية لما تحت الأرض مما يحتاجون شركات البترول والتعدين للمكامن وتوصيف المكامن وكيف يتم معالجتها وإنتاجها. لاستخدام التكنولوجيا في العلوم الجيولوجية والجيوفيزيائية عوائد إيجابية يجنيها القطاع النفطي، فهي تستحق البحث والدراسة لما تحققه من أمن وسلامة في بيئة إنتاجية تنافسية، من الواجب التشجيع على الاستثمار فيها وإمكانية تطويرها بشكل مستمر. إيمان شرف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.
كما أنا بصاحب سمو الملكي رئيس الوزراء الموقر مع الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط لافتتاح مؤتمر الشرق الأوسط 13 للعلوم الجيولوجية، والذي تحتضنه مملكة البحرين بمشاركة 420 متحدثا من أفضل الخبراء، إضافة إلى مشاركة كبيرة من قبل المسؤولين والأكاديميين والمختصين في هذا المجال بهدف مناقشة وصياغة مستقبل هذه الصناعة وبناء القدرات والمهارات. وقد أشاد معالي وزير النفط بالسمعة العالمية التي تحظى بها سلسلة مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط للعلوم الجيولوجية منذ انطلاقتها، وأوضح معالي الوزير بأن الهيئة الوطنية للنفط والغاز تولي اهتماما عاليا في جعل البحرين مركزا عالميا للمؤتمرات والمعارض النفطية العالمية، وتحرص على مشاركة الشركات النفطية العالمية في المعارض المصاحبة لها. وقد أعرب معاليه عن عظيم الشكر والتقدير والامتنان للقيادة الحكيمة على الدعم والمساندة التي يحظى بها قطاع النفط والغاز، مؤكدا أن البحرين عاكفة على تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية والمهمة، ومنها مشروع تحديث مصفات البحرين، مضيفا بأن أعمال الإنشاء والتحديث في مشروع استبدال وتحديث خط أنابيب النفط بين البحرين والسعودية تمضي حسب الخطة الموضوعة والميزانية المرصودة.